أويس مخللاتي، بدي أقول لك أول شيء مبروك، وصلت للبرايم السابع، وهيدا شيء بدل على قديش كنت عم تشتغل على حالك لقدرت قناعة الجمهور وقناعة اللجنة، فمرة جديدة ألف مبروك. اليوم رح نغير شوي الأسئلة، بدي منك تختار شخص، لأنه نحن هلأ عنا بعد ساعات جديدة بنحتفل بحلول 2018، بدي منك تختار شخص توجه له رسالة، مين هالشخص وشو هي الرسالة؟ أول شيء رح أقول لك كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم بألف خير وصحة وسعادة وسلام. رح وجه رسالة لأهلي يلي صار لي زمان ما شفتون، قل لهم أنه كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم بألف خير وصحة وسعادة وسلام، كل الحب من القلب إلى القلب، ضلوا بألف خير وسنة جديدة وخير على الجميع يا رب.